نخليكم تتفرجوا في التحقيق احسن تحقيق اطلاقا، نخليكم تتفرجوا في التحقيق احسن تحقيق اطلاقا. نجم نهديه ليكم توما مناسبه العام الجديد باش يكون من حارس مرمى خطاف القلعه نحو كره القدم، لا مش القلعه الرياضيه، لا خطاف القلعه الكبرى، خطاف القلعه الكبرى التحقيق. فماش احتراف ناسيونال سي؟ شكون هذا في المحافظه ولا فحامه؟ فماش الاحتراف لشيء. قول خطاف القلعه، نحكي كان على جمعيه الشملي في غيري. خطاف القلعه شنو هي الفلوس اللي عندها؟ ما عندهاش فلوس. فما راني نلمو في الاشتراكات وبركتك يا ربي. عندنا رئيس جمعيه، هو رئيس جمعيه سي حافظ الزواري هكا. اسمه حافظ، اسمه حافظ الزواري. ما يناوش يجي مره برك. حاطين سي محمد علي النايب نتاعو بانه لا لا مريك سي محمد علي فهمت، حاطينه هو رئيس جمعيه كلمتهم الوحيده بحولها فما كان خير. رئيس جمعيه ما تعرفوش انت؟ رئيس جمعيه يجي مره بركه قلت لك. رئيس جمعيه يعني هو الكل في الكل نقول احنا في الجمعيه، يجي مره بركه. من مش لاهي يا اخي المراه بعينه فهمت. انا نقض الجمعيه هو يتسمى. الان كنت محلول الجمعيه. ثم الرئيس وثم هو ولا شيء. اقسم بالله بدلنا ثلاثة اونترينات من العام، واش عملوا فاست عملوا تسعة اونترينات في في اللي تسعة في اللي لموا تسع نقاط. وانا ما ادري كيفاش زاد في الريتور لموا بعض. سي محمد قال لي عطيته برشا فلوس وصور برشا سي محمد. شنو الفلوس عطيت؟ خذيت فول عام مليون، مو هو رضيحهم. خذيت فول عام مليون بالبريمات وديبلاسمون صورت 900,000. ما فماش فلوسهم ملح اللطف. ويحكي فما بحول الله فما كان خير، يزور يضحك بحول الله فما كان خير فما كان خير، فهمتوش الخير وين هو. واحد الناس طول جابوا لي تيني فلوس كل جمعه، نقول لك جمعه جاي بريم، انا بريم دهماني يعاقبوني باش ما يعطونيش بريم دهماني، فهمتش علاش؟ وانا فهمت علاش عاقبوني، قالوا لي 60,000 هذوما بريم 60 دينار. قال لك ما فماش مش محددين السنه على شافو. قال لك احنا هنا نكورو، كان جيت له اصحابو كي ولد عمناو، كان جيت له انا جي كيك نفخ فيها ربي فهمت شحال نباع. طلعت الجمعية كانت العاشرة ولات الأولى، فادتهم في 3 بوان. سخوا سنين كيك نهار الجمعة آخر ترمون لمن 18 جوال بالسيف. وقال لك كان جيت له سنين بحول الله رحمي بيه ما كانش نكونوا في جمعية، لا ثم جوالات باش نكونوه، ربما حاجة إلا حسوا بجمعية يقولوا تفضل. وبحول الله فما كان خير هذيك كلمته.